مشاهدينا، احنا كل يوم بنبقى موجودين معاكم وبنتابع ايه اللي بيحصل في العالمين، وكل يوم بيبقى فيه جديد، وكل يوم بتبقى فيه حاجة مبهرة اكتر واكتر. زميلنا كريم بيبرس موجود هناك، هيكلمنا عن ابرز فعاليات مهرجان العالمين النهاردة. يا كريم صباح الفل عليك. صباح الفل يا منى، صباح الفل يا مصطفى، صباح الفل على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. يعني فعلا يا منى احنا طول الوقت مستمرين ان احنا بنتابع اللي بيحصل هنا في العالمين الجديده في المهرجان، سواء بقى من الحفلات الغنائيه، من النشاطات الرياضيه، من اللي بيحصل بشكل عام من الناس وردود افعال الناس. الحقيقه ان الاسبوع ده اسبوع يمكن ممتلئ شويه مقارنه بالاسابيع اللي فاتت. الاسبوع اللي فات كان حفلات الغنائيه للموسيقار عمر خيرت، مسار اجباري، بهاء سلطان، كارول سماحه، اسماء كبيره جدا جدا كانت موجوده. وكمان الاسبوع كان مميز بفاشن شو كان موجود الحقيقه هنا في العالمين الجديده، بالاضافه طبعا لبعض النشاطات الرياضيه اللي ابتدت. الاسبوع ده كمان مختلف لان النشاطات الرياضيه دي لسه مستمره، يعني مثلا السباق الثلاثي يعني بالفعل قعد يومين، جمعه وسبت انتهى امبارح، اللي هو ركوب الدراجات والسباحه وكمان الركض او الجري حوالي 100 متر او 200 متر او كيلو على حسب النوع السباق اللي الناس شاركت فيه. لكن كمان بجانب ده الحقيقه في اكتر من بطوله هتقام الاسبوع ده، يعني مثلا في بطوله للجودو هتبتدي يوم الثلاث هنا، برضو بشارك فيها يعني فئات كتيره جدا، فئات عمريه مختلفه وكمان من مصر ومن بره مصر. كمان في بطوله الكره الشاطئيه هتقام الاسبوع ده، موجوده برضو من كذا دوله في العالم هيكونوا موجودين هنا في مهرجان العالمين. كمان هيكون في مهرجان خاص للدراما هيكون موجود برضو هنا في مدينة العالمين، بالإضافة طبعا للحفلات الغنائية اللي بتكون في نهاية كل أسبوع. لكن كمان المميز الحقيقة يمكن اليومين دول من حظي الحلو إن أنا موجود، برضو الجو مختلف منا، يعني فعلا دلوقتي احنا في شهر 8 في عز الحراره، شديد الحراره جدا، ده اللي احنا متعودين عليه. لكن من امبارح او اول امبارح لحد النهارده الحقيقه الجو مختلف تماما، في نسمه هواء جميله جدا الصبح، بالليل الجو رائع كانه ما فيش صيف خالص خالص خالص. يعني امبارح كانت زحمه كتيره جدا على الكورنيش هنا، الناس كلها كانت موجوده. ويمكن كمان كنت دايما بكلمكم على فكره ردود افعال الناس على المهرجان، وانه في ناس جت مخصوص المهرجان بسبب اللي هم اتفرجوا عليه في التلفزيون او طبعا اللي شافوها على السوشيال ميديا، وجم يشوفوا فعلا هل المكان بهذه الروعه وهذا الجمال وفعلا متاح للناس كلها ولا لا. امبارح الاعداد دي فعلا زادت، يمكن لما كنا دايما بنتكلم على الاسر يمكن في ناس جت كلمتني امبارح فعلا كانت بتكلمني ان احنا سمعنا صباح الخير يا مصر، هم بيقولوا انه الاسره دي بالكامل تقدر تيجي تستمتع بوقتها، وقالوا لي بشكل مباشر ان هم جم فعلا بناء على الكلام ده وقدروا يستمتعوا بوقتهم، اللي نزل الميه الصبح، اللي قدر ان هو حتى ما كانوش حجزوا الحفلات وفعلا جم هنا واستمعوا للحفلات وحوالي الستيج. يمكن على يميني دلوقتي الارينا اللي بيكون فيها الحفلات الغنائيه، وكمان في ظهري بيكون في شاشه عرض للحفله، فعشان كده الناس بتيجي هنا بتقضي وقتها وبتستمتع. لكن كمان المميز الحقيقه منا ان هي مش مقتصر بس على اللي هيجي يقدر يدفع ثمن التذكره، او اللي هيجي يقدر يقعد في فندق ممكن ما يكونش قادر ان هو يدفع الارقام دي او ارقام معينه، خصوصا في ان احنا في موسم صيف كمان. لكن كمان ميزه المدينه ان هي مميزه باكتر من مكان، يقدر ان هو كل يعني اللي يقدر يجي يقدر يستخدم شقق سكنيه تانية الحقيقه في العالمين نفسها باسعار متوسطه، يقدروا الناس يجي ياجروها في سوق العالمين كمان موجود، الناس تقدر تيجي مش لازم توصل في الكافيهات او المطاعم اللي موجوده هنا، لكن كمان تقدر تروح سوق العالمين تجيب بالاسعار العاديه خالص المتوسطه بتاعت كل الناس. اذا العالمين كانت مميزه الحقيقه في المهرجان المره دي ان كل الناس تقدر تيجي، اللي حابب يجي يدفع التذاكر ويجي يحضر، اللي حابب يجي يقعد في مطاعم فاخره وفانسي على الشط، اللي حابب يجي يقعد على الكورنيش ما يجيبش اي حاجه خالص مجرد يستمتع بالاجواء الجميله دي، اللي حابب يروح السوق كل شيء كان متاح الحقيقه هنا منك. ولسه مازال الحقيقه متاح ومستمر معانا لحد 26 اغسطس الحفلات الغنائيه والحفلات الموسيقيه وكمان البطولات الرياضيه، كل الناس تقدر تيجي انها تستمتع بوقتها هنا في العالمين الجديد. شكرا ليك يا كريم، يعني اديتنا صوره حلوه جدا على اللي بيحصل في العالمين، وبصراحه لفت نظري اللي قاله كريم بيبرس فيما يتعلق ببطوله الجودو. يعني احنا عندنا يا منا بطولات زي ركوب الدراجات، بطولات زي الكره الشاطئيه، الحاجات اللي احنا معتادين ان هي بتاعت الصيف، لكن انك تعمل بطوله جودو فانت بتجيب جمهور بعينه، لما تعمل مهرجان دراما انت بتجيب جمهور بعينه. طبعا. وهو ده اللي خلى او بيخلي الدوله المصريه بتقول يا جماعه احنا عندنا مدينه جديده تعالوا فيها، مصر بتقول يا جماعه تعالوا العالمين بكل قوتها الناعمه، رياضه، فن، سياحه، كل الالوان موجوده علشان تجذب كل ألوان المجتمع المصري عشان يروح العالمين.
العالم عالمين، المهرجان مستمر وتغطيتنا ان شاء الله هتكون مستمره على مدار الايام الجايه، نتابع مع بعض اللي بيحصل هناك.